العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بكرمه الواسع الكبير، وأن يحشرنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا وإياكم في الصالحين. أحبتي الكرام، اليوم موعدنا مع درس من دروس فقه القلوب. وفقه القلوب نشرح فيه كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقد وقفنا في اللقاء السابق على أن ابن القيم رحمه الله تكلم على قول الحق تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وقال إن مالك يوم الدين تعمل إيه؟ حد فاكر؟ مالك الكون يعني إيه؟ مالك يوم الدين. أول حاجة، ما معنى كلمة مالك يوم الدين؟ يوم القيامة. ويوم القيامة إذا ملك الأعلى يملك الإيه؟ خاصة وإذا كان في الأعلى قوة السلطان، وخاصة إذا كان المجموع في هذا اليوم كل ما يملك، كل من ملك شيئا سيكون موجودا في هذا اليوم. فإذا كان كل الملاك في هذا اليوم موجودين، ثم ينادى لمن الملك اليوم، فلا يستطيع أحد من الملاك في الدنيا أن يقول لي شيء، فالكل يعلم أن الملك لمن، ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أيضا. ولذلك يجيب الحق نفسه بنفسه فيقول لله الواحد الإيه. تكلمنا في هذا الأسبوع الماضي، وقلنا إن ابن القيم رحمه الله إنما يتكلم على الفاتحة بأنها تشمل معاني القرآن كله. وإذا قلنا أن الفاتحة تشمل معاني القرآن كله، معنى ذلك أن الفاتحة تشمل بيان مراد الله، مراد الحق من الخلق، وعلى ذلك فهي تشمل الدين كله. وعلى ذلك تجد المكتبات الموجودة فيها الكتب الكثيرة هذه إنما تشرح في الحقيقة الفاتحة. ليه؟ قال لأن الفاتحة تحتوي على معاني القرآن كله. ولذلك تكلم ابن القيم رحمه الله على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته التي ذكرت في سورة الفاتحة، ثم سيرجع مرة أخرى ويقول لماذا كانت الأسماء الحسنى والصفات العلى مرجعها إلى هذه الأسماء الثلاثة اللي هي إيه؟ الله والرب والرحمن. يبقى لابد أن نفهم هذه الأشياء. هو سيفصل الكلام في ذلك بعد أن يلقي الضوء على الفاتحة كلها. حينما نتكلم اليوم، يتكلم ابن القيم رحمه الله على أن الفاتحة قد أثبتت لله تبارك وتعالى الوجود، مش كده؟ وأثبتت المعاد، وتاني قال وهي تثبت أيضا النبوات. فما هي الآيات التي تثبت النبوات يا ابن القيم رحمك الله؟ قال ابن القيم رحمه الله إن الفاتحة أثبتت النبوات بثمان مواضع في الفاتحة. أولها أن الله تبارك وتعالى قال الحمد لله رب العالمين. قال وحيدما يتكلم الحق تبارك وتعالى على أنه رب العالمين، فلا يعقل من الله الذي هو رب العالمين أن يترك العالمين سدى، مش كده ولا إيه؟ ولا يتركهم أملا. ولذلك لا بد أن يعرفهم حياتهم التي يعيشون فيها، وكذلك الحياة التي سينتقلون إليها، وكذلك الحياة التي سيخلدون فيها. فحياة
المخلوقات ثلاثة: حياة يجتمع فيها الجسد مع الروح، وهذه هي الحياة الدنيا، والروح تعمل تسيطر على الجسد، يسيطر على قدرة الروح في هذا، فإن الروح لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا كان الجسد قادرا على ذلك، مش كده ولا إيه؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، ولذلك الحياة التي اجتمعت فيها الروح والجسد هي حياتنا هذه، والحياة التي انفصمت الروح عن الجسد هي حياة البرزخ. إلا أن الله تبارك وتعالى قد أعطانا مثالا لانفصال الروح عن الحياة جزئيا في منامنا، لكي يتصور الإنسان كيف تنفصل الروح عن الجسد حينما يصل إلى القبر أو إلى البرزخ. هذا سنتكلم عنه. ليه؟ لأن إحنا حينما نتكلم على ذلك على هذا نقول: ما هي ثقافة الموت؟ للموت ثقافة في الإسلام. صحيح أن الله تبارك وتعالى قال إن الموت مصيبة، لكن في حقيقة الأمر لو نظرنا بالميكروسكوب الشرعي نرى أن الموت خير كله، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فيه: فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لقاء ربه. مش كده؟ هل من الإمكان أن يرجو أحد منا لقاء ربه؟ قال: وإذا رضيت أن تلقى الله عز وجل، معنى ذلك أنك تحب الموت. مش كده؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الموت من أجل أن يلقون الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال: لأنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى فستنتقل حياتهم من هذه الحياة الدنيا إلى حياة لا تعب فيها ولا نصب. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله بصورة مفصلة. لكن رب العالمين لا يترك عباده هملا، ولا يترك عباده سدى، لا بد أن يبين لهم هذه الحياة. حينما يبين لهم هذه الحياة أيبينها لعباده بنفسه؟ يعني ينزل إليهم ويعطيهم الدرس بروحه بنفسه، أم أنه يرسل إليهم رسلا؟ مش كده ولا إيه؟ فهل معنى ذلك أن رب العالمين تقتضي وتدل على أن الله يرسل الرسل ولا لا؟ تقتضي، ماشي الحال؟ طب والموضع الثاني؟ قال: الموضع الثاني هو اسم الله. الله يعني المألوه، يعني المعبود، مش كده؟ يبقى في معبود وفي عالم كما سنتكلم، في إله وفي متأله، مش كده ولا إيه؟ يعني يأخذ الله تبارك وتعالى إلها، مش كده؟ وفي تأليه اللي هي الطقوس، ها؟ فالله تبارك وتعالى حينما يقول هو الله واجب الوجود، من له كمالات الله الصفات كلها، يبقى لابد أن نعرف ما هو هذا الإله. أهو ينام؟ أهو يأكل؟ أهو يشرب؟ أم أنه محرم عليه هذه الأشياء كلها؟ فإذا قال لك الله: أنا الله فاعبدني، كيف ستعرف صفاته؟ وكيف ستعرف أسماءه؟ قال: لا تعرف إلهك إلا برسول يأتي إليك وينبئك عن أن هذا الإله له أسماء وله صفات وله وله، وإلا فهل الله تبارك وتعالى يقول للناس: أنا الله الذي كذا 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 لوحده؟ ها؟ ولا يرسل رسولا؟ قال: يرسل رسولا. يبقى هذا الموضع الثاني في الفاتحة التي تثبت النبوات. طب تعالى الموضع الثالث هو كلمة الرحمن. الرحمن يعني ايه؟ خلي بالك أسماء الله تبارك وتعالى هي موجودة فيه قبل أن يخلق الخلق، مش كده؟ لكن اللي لما لا نستطيع أن نفهم كلمة الرحمن إلا بالمتعلق. متعلق يعني إيه؟ يعني لو ما فيش مخلوقات كيف نفهم أن الله تبارك وتعالى سيرحمون؟ مش كده؟ الحديث الذي تعلمونه جميعا
أن النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي مع الصحابة فوجد امرأة تجري خافت على ابنها ثم أخذت ابنها وضعته فين؟ في صدرها في حضنها كده يعني. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما بال هل تظنون أن هذه طارحة ولدها؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لله أرحب بعبادي من هذه بولدي. مشكلة وباس. تعال هنا. تكلمنا في الأسبوع الماضي على فن الابتلاء بسرعة يعني. صح؟ مش كده؟ طب واحد يأتي ويقول لي هل أن فن الابتلاء هذا واجب على كل ابن آدم؟ لأن كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون وإن لم تكن توبته نصوحة اللي احنا تكلمنا عنه المرة الماضية. صح ولا لا؟ فهل كل ابن آدم لابد أن يأتي بهذه يعني يمر بهذه المراحل إن لم تكن توبته نصوحة؟ لا هي نسأل. لكن هل من الإمكان أن واحد يعمل كل شيء ثم بعد ذلك لا يمر بهذه المراحل؟ إيه رأيكم؟ ما تفتكرش؟ ممكن حسب قوة الإيمان. حسب قوة إيه؟ إيمانه. إيمان هو بقول لك عمل معاصي ها انتوا نمتم الحزب اليسار ها نمتم ايش رايكم ممكن ليه تعال هنا ادله كثيره على هذا ازاي يعني ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وانا قلت هذا سابقا لكم قلت ان رجلا لم يفعل خيرا قط في حياته فعل كل المعاصي وبعدين شعر بانه سيموت فجمع اولاده فقال بني اني لم افعل خيرا في حياتي قط فاذا خلي بالك فاذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني يعني بعد التراب فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين هو مؤمن بالله صح ولكن جاهل بقدره الله عز وجل يبقى فعل المعاصي وهو جاهل ايضا بقدره الحق تبارك وتعالى الا ان ايمانه بالله عز وجل علم ان الله قادر بس امتى لو كان يستطيع ان هو يبعثه مره ثانيه فلما وجد الله تبارك وتعالى هذا العبد جمعه بقوله كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكان الرجل فأوقفه بين يديه قال عبدي ما الذي جعلك تفعل ذلك قال خشيتك يا رب أنا عملت كده أنا بخاف فقال الله عز وجل يا ملائكتي خذوا عبدي وأدخلوه الجنة يبقى ده عمل ايه؟ شوف هنا لم يفعل ايه؟ ده هو مات طحنوه ولا صلوا عليه ولا مشكلة كبيرة، صح ولا لا؟ طب مش كده وبس. قال يأتي الرجل الذي ظلم أحدا من الناس ولكن كان في نيته أن يتوب. وما مكن من أن يرد الحق إلى أصحابه وجاءته المنية وعلم الله تبارك وتعالى من قلبه أنه كان إذا أعطاه الفرصة أنه يرد ما عليه من حقوق فيأتي المظلوم والظالم أمام الله عز وجل فيقول المظلوم يا رب خذ حقي من هذا فالله تبارك وتعالى أعلم بقلوب العباد من خلقه ولذلك نحن نعامل كريما سبحانه وتعالى فيقول الله تبارك وتعالى انظر إلى هذا القصر فينظر الاثنان إلى القصر الظالم والمظلوم فيقول المظلوم ما ألطفه ما أحسنه ما أجمله لمن هذا يا رب فيقول الحق تبارك وتعالى لمن دفع ثمنه قال ومن يدفع ثمن هذا قال أنت قال أنا قال نعم قال كيف قال بعفوك عن أخيك قال عفوت عنه قال فخذ بيد أخيك وادخل الجنة
إذا حينما نتكلم عن كرم الله تبارك وتعالى للناس فكرمه واسع، ولذلك نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المشهور. إيه هو الحديث المشهور؟ لن يدخل الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. شوف النبي الذي تورمت قدماه وهو يصلي لله عز وجل، وتتكلم معه السيدة عائشة في ذلك وتقول له يا رسول الله يعني لما تفعل ذلك فقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ مش كده ولا إيه؟ مش بس النبي نفسه لم يدخل الجنة بعمله، قال حتى أنت، قال حتى أنا يا رسول الله إلا أن يتغمدني الله بإيه. طب ليه؟ فكر معايا، أنا في روضة من رياض الجنة في علم، فكر قول ما تخافش. لأن لو حسب العبد حسب العبد على الـ على الـ 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 النعم اللي هو فيه وعلى النعم اللي هي اللي هيعملها. واحد جاء يوم القيامة عمله جبال من أعمال صالحة، جبال من أعمال صالحة ماشي الحال، وجاء فقال الله تبارك وتعالى يا ملائكتي خذوا عبدي وأدخلوه الجنة برحمتي، فقال لا يا رب بعملي. ليه؟ لأنه قدم ما شاء، أنفق ما شاء، وصلى ما شاء، وزكى ما شاء، وحج ما شاء، إلا قال بعملي. قال تعالى بالسنة زنوا نعمة من إيه؟ من النعم التي أعطيتكها، حطوا ده في كفة وعملك في كفة. فطاشت أعماله فقال يا ملائكتي خذوا عبدي، وقال يا ربي برحمتك. طب كان من الأول صح ولا لا؟ ليه؟ قال لأنك إذا اعتقد الإنسان في عمله لا يتقبل، لا يتقبل الله منه. ليه؟ مش احنا قلنا من علامة الاعتماد على الايه؟ نقصان الرجاء عند الايه؟ صح ولا لا؟ يبقى لابد ان احنا نربط ما نأخذه، يبقى دماغك ده ايه؟ قال دماغك هو الرابط العلمي الذي يربط بين ما تأخذه من معلومات. المعلومات التي أقولها الآن من الإمكان أن تقرأها في الشيخ جوجل أو في أي حتة أو في أي مكان. نحن لا نعطي معلومات، نحن نأخذ المعلومات ونضعها في مكانها الصحيح، ثم نربط بين المعلومة والمعلومة لتكون مسبحة جميلة المنظر، صحيحة الحبات، تستطيع أن تستخدمها لا ترميها. هذا الذي نتعلمه. فلا بد أن تتعلم الربط بين بين المعلومات. الحاصل أن الله تبارك وتعالى من رحمته التي وسعت كل شيء أنه أنه لا يترك عباده يعبدون أشياء تضره، مش كده ولا إيه؟ في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا، إحنا قلنا إيه؟ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. يبقى من رحمته أن أعطاك رزقك في طعامك وشرابك وحياتك وصحتك وعينك. وكما قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على أحسن تقويم، تعرف ليه؟ بهذه الآية قال لو جعل نظرك عفوا في حدته كنظر البهائم ما استطعت أن تنام. ليه؟ قال لأن البهائم ينظرون وحدة نظرهم من الإمكان أن يرون العذاب في القبور. وكذلك الله تبارك وتعالى كما قلت لكم سابقا جعل عينك محدودة النظر، صحيح ممكن 6 على 6 حاد لكن لا ترى الأشياء الدقيقة من فيروسات وميكروبات، وإلا ما نظر أحدنا إلى 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 الآخر أو إلى صديقي أو إلى زوجتي أو إلى أولادي، وانتهت انتهت الحياة لأنه لا يستطيع أحد أن يعيش مع أحد. وكذلك السمع،
لو أعطاك الله تبارك وتعالى سمعا حادا لا تستطيع أن تنام ولا تهنأ به. إذن خلقتك التي خلقك الله تبارك وتعالى عليها فعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. بل إن الله تبارك وتعالى حينما يخلقك أنت، أنت مش بس أنت أنت، فيخلق بشرتك البيضاء أو السمراء أو الحمراء ويركب عليها الشعر، الشعر هذا أو اللحية، حينما تريد أن تركب عليها شعر لون آخر يحدث عندك تغيير في المهن. ما يبقاش في انضباط في الشكل. ولذلك الذين يعملون الوشم وغيره وغيره وغيره، هذا كما قال الشيطان فلا يغيرن خلق الله. انتبه إلى ذلك. فرحمة الله بك رحمة واسعة، أن يسر لك أسباب الحياة في الدنيا مش بس. قال وأرسل إليك ما يدلك على الخير والخلود في الآخرة، ولولا رحمته لتركك كما إيه؟ يترك الناس الذين يعبدون الشمس ويعبدون، مع أنه ينذرهم إلا أن. ولذلك قالت الصحابة والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، فأنزل سكينة علينا وإيه؟ وثبت الأقدام إلا قينا. إذا من رحمته أن وهبك رسول يدل قلبك على الله تبارك وتعالى. وقال العلماء وابن القيم رحمه الله وأبو حامد الغزالي وغيره من العلماء يقولون إن رحمة الله بقلوب المؤمنين في توجهها إلى رب العالمين أفضل من رزقه للأجساد حتى تقوم في هذه الحياة. فالإنسان بروحه وليس بجسده. ولذلك حينما يرحمك يدلك على فعل الخير الذي به خلود الآخرة. فإذا رأيت أحدا يدلك على الآخرة فعض عليه بالنواجذ، لأن هذا عمل الأنبياء، مما يدل على أن الرحمن الرحيم دليل على، لأنه لو لم يكن رحيما ما دلك، مش كده ولا إيه؟ الموضع الرابع يوم الدين، ذكر يوم الدين. وكما قلنا في المرة الماضية يوم الدين يعني يوم الدين، يعني يوم الدين أنت عملت إيه تتحاسب عليه، صح؟ لا. من رحمته، من رحمته إن هو يحاسبك، خلي بالك، يحاسبك على ما لم تفعله. لا مش كده ولا إيه؟ إذا لابد أن تكون قد فعلت حتى يحاسبك. طب وكيف فعلت؟ ومن الذي قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا؟ مش كده ولا إيه؟ قال لا يحاسبك إذا لم يرسل إليك رسلا. لا يحاسبك ليه؟ ليه؟ لأنه يحاسبك على ماذا؟ ما الذي قدمه لك لكي يحاسبك عليه؟ ولكنه أرسل إليك الرسل ليدلوك على الطريق إليه سبحانه. فإذا فعلت ثم أو عصيت، فعلت أو لم تفعل، فإنه يوم الدين، يوم الدين الذي تحاسب عليه. يبقى من الذي ينبئك عن الفعل حتى تحاسب؟ الرسل، الأنبياء. طب والموضع الخامس قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في عابد، في معبود صح؟ وفي عابد صح؟ وفي طريقة للعبادة. طب وإيه تاني؟ تاني؟ إيه تاني؟ ها؟ في معبود صح؟ وفي عابد. كيف يعبد العابد المعبود؟ بطريقة صح؟ من الذي يأتي بهذه الطريقة؟ النبي، الرسول. تاني معبود، احنا هنعبده بطريق، احنا بنصلي اهو، بنعبد من احنا؟ نعبد ربنا، مش كده؟ لا اله الا الله، صح ولا لا؟ مش كده؟ طب من الذي علمنا هذه الصلاة ولم يعلمنا الصلاة اللي هي كده؟ الايه؟ الرسول. فكان هذا دليل على الايه؟ على وجود. يبقى اياك نعبد دليل على وجود، مش كده ولا ايه؟
موضع اخر اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. ودي بقى الشغلانه بقى اللي انا قلت لكم امس او المره الماضيه، اهدنا الصراط المستقيم. الهدايه كم؟ نوعين، هدايتين. هدايه ارشاد. ايش هدايه ايه الاول؟ ارشاد وايه؟ توفيق. ها، ارشاد ودلاله، وايه تاني؟ وتوفيق ومعونه. انتوا نسيتم؟ نشطب؟ ها؟ تعالى. ارشاد ودلاله، مش كده ولا ايه؟ وتوفيق وايه؟ من الذي له الارشاد والدلاله ومن الذي له الايه؟ التوفيق والمعونه؟ الرسول له ايه؟ ايش دليلك؟ وانك لتهدي الى صراط الايه؟ طيب وايش دليلك ان الرسول ليس له التوفيق والمعونه؟ وانك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي. فمن الذي يهدي في المعونه والتوفيق؟ هو من؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى هو له التوفيق والايه. طب اهدنا الصراط المستقيم تكلمنا عنه في بعض الايه المره الماضيه، صح؟ الا ان الصراط المستقيم ده الشيخ ابن القيم هنا يقول لماذا جعل الله تبارك وتعالى الفاتحه نقراها في الايه في كل الصلوات، خاصه حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم. طب احنا مهتدين، يعني انتوا لو ما كنتوش مهتدين كنت صليتوا العشاء؟ لا. انتوا لو كنتوا معفرطين كنت معلش، لكن انتوا ايه؟ مهتدين. طيب انت وانت مهتدي وانت بتصلي واحيانا تقرا وتبكي، مش كده ولا ايه؟ وانت مهتدي كيف تطلب الهدايه يا عبد الله وانت مهتدي؟ كل شويه تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كيف تطلب الهداية وأنت قد هداك الله إلى الإسلام، وقد هداك الله إلى الصلاة، وقد هداك الله إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد هداك الله لسماع العلم، مش كده، ومعرفة طريق الوصول إلى رب العالمين، صح ولا لا؟ فكيف تطلب الهداية في كل صلاة تصليها كما قالت الشافعية مستدلين على الايه؟ على الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مش كده ولا ايه؟ نعم. ليه بقى؟ ليه؟ قلب المؤمن دائما متقلب، يا مقلب القلوب. قلب المؤمن متقلب، ما ممكن، معنى صح؟ يعني يا رب احنا مهتدين دلوقتي فنسألك الهداية، يعني ايه؟ الاستمرار على هذه الهداية، صح ولا لا؟ ممتاز، ها، ايه تاني؟ صلاة فلا صلاة لا. إلا ايه؟ إن لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. يعني إيه؟ ترجمها. يعني بعد ما يصلي ويطلع ها مارس الإسلام الحلال والحرام. آه يعني كأنه يا رب يقول يا رب لا تجعلني أنحرف حينما أخرج من إيه؟ من صلاتي، فاهدني في صلاتي وتهديني أيضا في أفعالي كما هديتني في صلاتي. آه ممكن، صح ممكن. طب وايه تاني؟ اهدنا صراط المستقيم صراط القيامة بقى يوم النجاة. اه ممكن هذا كمان، اهدنا الصراط المستقيم. اه صح معنى طيب كمان، ايه تاني معنى تاني؟ ها؟ ها؟ كمان مشغل دماغك. حتى نصل اليك يعني. ايه؟ حتى نصل اليك. اه صحيح، اي الطريق. ليه بقى ازاي؟ ترجم ترجم. ماشي الحال، قوم ما تخافش. ها؟ حلو، كل المعاني اللي انت قلتوها صحيحة في عملية الهداية. بس يفضل أشياء، تعرف يفضل أشياء؟ يقول لك ابن القيم رحمه الله يقول ايه؟ خلي بالك، قال وهما هدايتان مستقلتان، صح؟ لا يحصل الفلاح إلا بهما، اللي هي هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام والمعونة، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه. خلي بالك بقى، خلي بالك، كم تعلم من الحق وكم تجهل؟ مش كده؟ يبقى حينما تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، فكأنك تقول يا رب اهدنا ما إلى ما لا نعلمه، لأن ما لا نعلمه أكثر مما نعلمه. يبقى انت محتاج كل شويه تقول اهدنا ولا لا، صح؟ ده دي بس يا دي
صح ولا لا؟ ليه؟ لأن حتى الإمام الشافعي، لو قلت لكم قبل ذلك، قال الإمام الشافعي يتكلم في هذا يقول إيه؟ ويعلمنا إزاي أن الإنسان لابدنا. قال كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ولذلك حينما تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يبقى أنت ما لا تعرفه وما تعرفه ولا تدركه، وما تعرفه وتدركه ولا تستطيع أن تفعله، وما تعرفه وتدركه وتفعله، خلي بالك، ولا تستطيع أن تقوم به فتكسل، وما تعرفه وتدركه وتفعله ولا تكسل عنه، فمن الإمكان ألا يتوجه إليه وإنما يتوجه إلى الناس. فكثير من هذه الأمور وجب عليك أن تسأل الله في الهداية في كل، مش في الصلاة بس، في كل الفروض بس، لا ده في كل وقت. ليه؟ قال لأننا مفتقرين إلى الهداية، لأننا لا نعرف كثيرا من هذه الحياة. مش بس كده بقى، قال اهدنا على الصراط الآخرة. ما خلي بالك، لو انت ما اهتدتش على الصراط الآخرة مشكلة كبيرة. مش بس كده، قال اهدنا بالتوفيق والعلم حتى نعلم أن الصراط في الدنيا هو الصراط في الآخرة. صراط الدنيا الشهوات والكلاليب بتاعت النار جهنم، الشهوات. فلما تعرف ذلك، حينما تفعل المعصية كأن المعصية اللي أنت تعملها كاللوب من جهنم يأخذك، فأنت تفتكر نفسك أنت ماشي على الصراط، فالكاللوب بتاع المعصية ده نهشك، يبقى أنت هتمشي كالريح والبرق، ولا هتمشي كالذي تأخذه الكلاليب؟ يبقى تحكم على نفسك ولا لا؟ فكأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب لا تمكن فينا الشهوات التي تترجم في الآخرة على أنها كلاليب تأخذنا من على الصراط فتطرحنا في جهنم. شو هو كده؟ صح ولا لا؟ تعالوا بينا بقى، أنا عايزكم، يعني أنا زعلان منكم. تعرف ليه؟ إحنا بنشرح كتاب إيه؟ درك السالكين. ما حد صور من الإنترنت الصفحتين اللي إحنا هنقراها ونشرحها. صح ولا لا؟ يعني طلبة العلم ما شاء الله حارسين جدا. ليه؟ تعرف ليه؟ بلداء. لا مش بلداء، استغفر الله. لا لا يخشى الله من عباده العلماء. في نقطة بقى. ليه بقى؟ ليه؟ أنا قلت لكم إن إحنا لما هنشرح بنشرح ثم نيجي نقرأ الإيه؟ الألفاظ هذه والكلمات والجمل عشان تفهم. لما الحاج محمد قال نصور لك الكتاب. هو الكتاب في الإنترنت؟ أمال إيه يا مولانا؟ فيه. فإحنا بس إحنا بنعمل الملزمة، يعني إحنا كنا في الأزهر زمان بناخد التغيير. الملزمة الأولى بس. هات الملزمة. ليه بقى؟ إحنا بعد ما نشرح اللي إحنا عايزينه ده في كده نروح يلا بقى تعالى واحد يقرأ. طب دي مش فاهمينها، طب إيه المقصود باللفظ ده؟ طب وإيه الحرف ده جه هنا ليه؟ طب إيه مراد ابن القيم من هذا؟ طب أنت نسيت تشرح الحتة دي يا مولانا، لابد إنك تشرحها، إيش القصة دي؟ يبقى إحنا نأخذ الكتاب فيكون مرجعا عندك في البيت. راح الشيخ، جه الشيخ، مات الشيخ، حي الشيخ، راح الجنة الشيخ، ما راحش النار إن شاء الله. صح ولا لا؟ عندي خاعي، بينما كنت أقول. لابد، لابد، في نشاط، فلما أجد هذا الاهتمام يحدث أن رزقهم يتسع في الإيه؟ في الشرح حتى. ينزل الله تبارك وتعالى مددا من عنده في عملية الشرح. ويكون روضة فعلا من رياض الجنة. نحن نريد هذه الدروس أن تكون روضة من رياض الجنة، نشعر بأننا في رياض الجنة حقيقة. ماشي الحال؟ من يقوم بذلك؟ خلاص أبو شريف هو اللي يقوم بذلك. اديني الكتاب بس. ماشي الحال؟ اديني الكتاب. لا لا بس بقول لك تصور. ها؟ تصور يعني
10 مرات وبعدين بعد كده نطلبه نطلبه بالايميل من بعد كده نجيب نسخ ماشي الحال. الحاصل احنا كم الان كم موضع اثبت ابن القيم رحمه الله فيه او به النبوات؟ سبعة. مين تاني؟ طب تعال واحد عندهم واحد الله رب العالمين ها الله الرحمن ها مالك يوم الدين ها اياك نعبد واياك نستعين ها كام؟ ست مش كده ولا ايه؟ تعال شوف ابن القيم رحمه الله بيقول حته جميله قوي لو معاكم الملزمه هذه يعني تتمتعون بكلام ابن القيم رحمه الله حينما تفهم ما يقول في معرفته. يقول ايه؟ ومن هنا يعلم اضطرار العبد الى سؤال هذه الدعوه اللي هي اهدنا الصراط المستقيم فوق كل ضروره. ليه؟ لان انت بدون هدايه لا تستطيع انك تعيش، بدون هدايه ما تستطيع انك تتحرك في الدنيا. الدنيا نفسها هنا في حياتك اللي هي في حياتك الدنيا تحتاج الى هدايه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي المرء على غير هدايه حتى في الطريق. ولذلك اخواننا هنا اللي هم في كندا وفي امريكا عملوا الجي بي اس وبيتوهوا برا مش مهديين والله بيدوخنا مش مهديين مش كده. قال هداية في الدنيا خلي بالك وهداية في الآخرة. لابد أن نفهم هذه الأشياء. ولذلك يقول فوق كل ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة ملحة فإن الهداية أعظم منها مش كده ولا إيه؟ ولذلك قال وبطلان كل قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. لو واحد جه قال لك وتحمشص عليك واراد ان يحرجك ايها المسلم وقال لك يا اخي انتم عندكم في الدين تقول اهدنا الصراط المستقيم، اذا لم تكن بتصلي ها ماشي، لكن انت بتصلي والله هداك وجئت تسمع العلم، لماذا تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم؟ تقول له ايه؟ تقول له الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي صح ولا لا؟ طيب عظيم. قال ايه؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. ماشي؟ مفهوم؟ طيب. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده. مش كده ولا ايه؟ واحد عاوز يصلي وبعدين يكسل شوية. طب الهداية لو أن الله هداك حط فيك ايه؟ معونة ومدد فيحصل عندك تنفض الكسل ويكون الايه؟ الانسان نشيطا. او اكثر منه او دونه، وما لا نقدر عليه على فعله يعني مما نريده صح اكثر مما ايه؟ نقدر عليه. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله اكثر مما نعرف جملته ونهتدي الى تفاصيله. مش كده ولا ايه؟ كلنا يعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مش كده ولا ايه؟ صح؟ لكن قبل ما نشرح احنا كنت عرفت التفصيل بتاع الفاتحه دي؟ لا. يبقى انت ما لم تعرفه مش كده ولا ايه؟ اكثر منا ايه؟ وبعدين احنا بنفصل اهو كلام ابن القيم رحمه الله. قبل ان نفصل كلام ابن القيم كنا بناخد الفاتحه كده وخلاص وبنقراها، لكن حينما فصلناها يبقى عرفنا تفصيل هذه الاشياء. فمن الامكان ان نعرف الشيء ولا نعرف تفاصيله. فاذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم فكاننا نقول يا رب اهدنا ان نعرف الشيء ونعرف ايه ومش بس كده وكيف يعمل ومش بس كده وكيف نستخدمه ومش بس كده وكيف شره وخيره. ولذلك ايه بنقول احنا ايه؟ اللهم لما نيجي ناكل ايه نقول ايه؟ اللهم انا نسالك خيره مش كده ونعوذ بك من شر في اليوم نسالك ايه خير هذا اليوم ونعوذ بك من ايه؟ ليه؟ كل شيء فيه خير وشر. فكلمه اهدنا تطلب من الله ان يهديك الى الخير ويمنعك عن الايه؟ كم شيء انت في دنياك وفي يومك يكون فيه خير وشر وتريد ان تهتدي الى الخير ولا تريد ان تقع في الشر.
يبقى انت مش تقولها بس في الصلاة، ده انت تقولها في كين في كل وقت. ولذلك هنا قال وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، ماشي الحال؟ ولا نعرف جملته، يعني وما لا ولا نعرف ايضا تفاصيله، في نعرف جملته وفي ما نعرفش جملته، وفي نعرف تفاصيله وفي ما نعرفش تفاصيله. فنقول اهدنا لنعرف الجملة ونعرف الايه التفاصيل. فامر يفوت الحصر، يعني ما يقدرش حد، لان الدنيات كتيرة وبلاش كده، ده امور القلوب صعبة جدا جدا. ده انت تفعل شيئا والملائكة تكتبه انك فعلته، ثم تذهب الى الملائكة الى الله تقول الملائكة يا رب إن فلان قد فعل كذا وكذا، فيقول الحق تبارك وتعالى لماذا؟ قال لأنه لم يردني به وإنما أراد به سواه. طب الملائكة ولا تكتب الملائكة بعض الأشياء فيقول الحق تبارك وتعالى افعلوها اكتبوها يا رب لم يفعلها؟ قال إنه أراد أن يفعلها. ليه؟ قال لأنه الوحيد سبحانه المطلع على القلوب، فالقلب لا يطلع على ما فيه ملك فيكتب ما فيه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسد ما فيه، ولا يطلع عليه بشر فيعرف ما فيه. ولذلك قال الشيطان إلا عبادك منهم الإيه؟ والقلب محل الإخلاص، فإذا أخلصت بارك الله لك في كل شيء حتى في هدايتك. ولذلك قالوا إنما يتعثر من لم يخلص، وهذا الأمر شديد. الحاصل قال ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. يعني مش بس كده، يعني افرض انت حصلت على كل ما قلناه الان، افرض واحد مثلا حصل على كل، عرف التفاصيل الجمل والتفاصيل، عرف وده مستحيل. ليه؟ لان ربنا قال رب العالمين، فاذا علمت عالما انت فهناك ملايين العالمين لم تعرفه وهي تؤثر فيك وأنت تؤثر فيها. ولذلك حتى أنت الآن لا تعرف نفسك أيها الإنسان إلا بما قاله ربنا والرسول العدنان. ولذلك الأطباء يشرحون القلوب، صح؟ مش كده ولا إيه؟ بطين صح؟ البطين والأذين، الأذين الأيسر والأذين الأيمن والبطين الأيمن، شغلانة الأطباء صح؟ مش كده ولا إيه؟ ولكن لم يأتي أحد من الأطباء يقولون لقد وجدت عقلا في القلب يفقه، صح؟ قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ما وجدنا أحد أخرج عينا من القلوب، مش كده ولا إيه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى أن القلوب ترى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمل ايه؟ القلوب تعمى. يختلف الناس في تفسير العمي هنا، العمى هنا، هل هو مجاز ولا حقيقة؟ ودي اشياء اخرى، زي ما قال ربنا تبارك وتعالى على الجدار الذي يريد ان ينقض، هذه اشياء هل في القرآن مجاز ام لا، هذا درس اخر. لكن حينما تحصل على هذه الأشياء وهذا يعني مستحيل، لو حصلت يبقى برضك لابد أن تدعو الله بأن يهديك. ليه؟ لأنه من الإمكان أن تنحرف عن هذه الهداية. فإذا انحرفت عن هذه الهداية زي مين يا الشيخ؟ لقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن، أعطاه الله تبارك وتعالى الاسم الأعظم بالعام بن باعوراء، قال واضرب لهم مثل الذي إيه؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين،
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا الله يبقى من الإمكان أن يعلمك الله الهدايات التي تهدي بها الناس ثم يسحب الله تبارك وتعالى هذه الهدايات من قلبك ولذلك نفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين فإذا أعطاك الله بمدده هذه الهدايات الكثيرة وأصبحت يشار إليك أو عليك بالبنان أو إليك بالبنان فلا بد أن تسأل الله الهداية في التثبيت وزيادة الكم بعد أن زادك في النوع والإيمان يزيد كما ونوعا خلي بالك والهداية تزيد أيضا كما ونوعا ولذلك قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلا بد أن نفقه هذه الأشياء ليه؟ قال لأننا في الدنيا راحلون من الدنيا راحلين ولذلك لا بد أن نفهم هذه الأشياء قال وللهداية مرتبة أخرى بقى. طولت عليكم اليوم؟ خلاص حنا وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى الصراط إلى طريق الجنة مش كده ولا إيه؟ ودي أكبر حاجة اللي احنا عايزينها دي مش صح؟ يعني خلاص ده لأن الآخرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وهو الصراط الموصل لله فمن هدي في هذه الدار خلي بالك بقى فمن هدي إلى هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار مفهوم الكلام؟ على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي يعني الصراط الحلال والحرام والهداية في الدنيا والصلاة والصوم والزكاة والحج والإنفاق وعدم القتل وعدم الاغتصاب وعدم السرقة والأمانة وهذه الأشياء إذا كان ثبتك الله وثبت قدمك في هذا الصراط اللي هو في الدنيا بأحكامه من حلال وحرام عمل إيه؟ وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم مفهوم الكلام؟ ماشي؟ يعني أنت ما بتعملش حرام هنا بتعمل الحلال كله يبقى أنت هتروح إزاي؟ شوف بقى بيقول إيه؟ إذا ثبت قدمك على منهج الله في صراطه في الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط المنصوب على متن جهنم فتعمل إيه؟ وعلى قدر سيرك في هذا الصراط اللي هو في الدنيا تسير عليه فين؟ فطيب تعالى بقى أنت اللي جالس أمامي أنت مشيك وسيرك في الصراط الذي وضعه الله في الدنيا من حلال وحرام وطاعات مثل ايه؟ الكعبة عشان تعرف نفسك احنا بنقول لك مش بنتسلى نحن لا نقول ذلك للتسلية تعالى هنا انت بتسير مثل ايه؟ تعالى نشوف مثل ايه في الآخرة النبي قال كده عشان تخلي تشوف نفسك انت مثل واحد من دول ولا لا تعالى كده بيقول ايه وعلى قدر سيرك او سيره يعني الانسان على هذه الصراط الصراط مؤنث يعني فيها جزء فيها التأنيث يكون سيره على ذاك الصراط ماشي التذكير والتأنيث فمنهم من خلي بالك بقى واحد خلي بالك انت هتعمل ايه هتمشي ازاي فمنهم من يمر كالبرق مين فينا زي البرق مين فينا زي البرق الأنبياء. انت عارف لا احنا بنقول دي سيبك من الانبياء الانبياء كلهم رب يسلم احنا بنحكي علينا احنا المساكين لا احنا ربنا هو بيضرب الحديث اهو خلي بالك بس بيضرب الحديث ليه
عشان تعرف انت بتمر هتمر في الصراط في الاخره مثل ايه. قال فمنهم من يمر كالبرق. مين فينا زي البرق في الدنيا؟ انت يا شيخ على محل. لا من الله الله يهديك يا رب اسال الله ذلك. وبعدين الواحد ده. ومنهم من يمر كالطرف. كالطرف يعني دوبك بس كده ما تلاقوهوش. زي مين؟ زي اللي غلب العفريت. ها قال انا اتيك به ايه قبل ان ايه يرتد اليك طرفك. صح ولا لا؟ مين فينا يمشي على منهج الله زي الطرف ثابت يعني؟ ليه؟ لانك لو ثابت كده بهذه الصوره تمر كالطرف. طيب ومنهم من يمر كالريح. طيب بلاش. ومنهم من يمر كشد الركاب. ركب يعني حصان او ركب روز رويس او يعني لاند روفر مش كده وطالع ها ومرسيدس مش كده ولا ايه؟ طيب مين فيكم زي المرسيدس؟ مين فيكم زي البي ام دبليو؟ بلاش. ومنهم من يسعى سعيا يجري يعني. طيب ومنهم من يمشي مشيا. يمشي مشيا يمشي مش كده ولا ايه؟ والصراط وعلى تحت ايه؟ جهنم. انت لما تمشي زي ما تمر بال مش كده؟ انت تمشي تقول الله فين التكييف اللي هنا؟ ده دي مشكله. وهتمر بقى وكم كيلو يا حاج؟ صح ولا لا؟ والكلاليب شغلانه تيجي تعمل لك كده وتعمل لك ليه شغلانه سودة. ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش المسلم يعني يتلسع ولكن ماشي على الصراط برضه. هيا اهو هيقع اهو اهو هيقع لكن ايه يمشي برضه وهو ماشي يتلسع. المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار نعوذ بالله من ذلك. فلينظر العبد سيره على هذا الصراط. من سيره على هذا الصراط اللي في الدنيا حذر الكذة بالكذة جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم. وربنا تبارك وتعالى يجعلنا نمر كالبرق أو كالطرف أو كأشد أو كالريح أو كأشد الركاب. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.